واتسي لام لي دل دل تدع على واحد أخ ديالي سرق لوجهو و ديكلارينا بيه و درنا سواهي طبية و خيطنا له بعشرين غرز جبنا شهادة طبية ديال شهادة طبية زعما ديال المخزن و ملي مشينا نديكلاري و جابوها جاب جوج سواهي طبية مزورة قالك بلي مسطي و اليوم مع الجوج ضرب الأخ لاخر ديالي تا هو دوزو من الموت هما دابا دايرين بيه ثلاثة د الأطباء كيديرو ليه في عملية دابا كنطالبو من المخزن يعطينا حقنا من هاد السيد. هاد الأخ ديالي جا خرج من الدار ضربو بحجرة طاح وجبد جنوي برك يشرق ليه في وجهو تغيبو دابا راه في واحد الحالة يرتالها دابا راه ثلاثة الدكاترة دايرين بيه كيديرو ليه عملية كيطالبو ليه دابا الدم دابا السيد راه في حالة يقدر يعيش يقدر ما يعيش. ثاني مرة ضرب الأخ الصغير العام اللي داز عندو 59 سنة وهاد العام ضرب الأخ الآخر عندو 61 سنة وباه كيمشي كيدي سواهي طبية كيقول لهم بلي ولدي مريض ولدو بكامل القوى العقلية ودابا حنا كنطالبو من المخزن ياخدنا الحق ديالنا من هاد السيد. ودابا راه ولاو حتى النساء عيالاتنا والوالدة ولا كلشي خايف دار عندنا كلشي ولاو خايفين من هاد السيد. دابا كنطالبو بالحق ديالنا باش المخزن يدير لنا حقنا من هاد السيد. هذا تعدى عنا بزاف وحقرنا وحنا راه السمعة ديالنا طيبة في هاد الحي هذا كامل في حي لالا مريم معروفين 36 سنة وحنا كنديرو حراسة ليلية ما كنأديو حد ما والو. هاد السيد راه تعدى عنا وأدانا دابا كنطالبو باش تاخدو لنا الحق ديالنا لأن تعدى عنا وحقرنا وحنا ما بغيناش نديرو شي حاجة اللي خارج القانون. بغينا القانون ديال هاد البلاد يطبق على هاد السيد هذا وعلى والديه اللي متصرين ودير لي هاد الحالة هادي.